بيكم ورجعنا لكم ولسه مكملين رحلتنا في عروس البحر المتوسط. دلوقتي اتفرجنا على معالم اسكندريه وشفناها الصبح وشفنا حلاوتها واثرها وتاريخها، ودلوقتي احنا هنروح لجزء مهم جدا جدا لاي حد بيجي يصيف في اسكندريه وهو الخروج بالليل. اسكندريه حلوه بجوها وحلوه ببحرها وحلوه بناسها، بس قبل ما نبدا تعالوا نتفرج على اثر الجندي المجهول، وده ليه قصه مهمه جدا ويعبر جدا جدا عن اسكندريه، ان هو اللي بناه اصلا كان الجاليه الايطاليه في مصر بنيته للخديوي اسماعيل، وبعد كده حصل قرار ان هو يكون نصب تذكاري للجندي البحري المجهول، وده بيعبر جدا جدا على قد ايه اسكندريه كانت بلد مليانه بجنسيات ومليانه بناس مصريين ومن اصول مش مصريه كمان، بس بيحبوا مصر ويموتوا في ترابها، وبالذات بالذات بالذات اسكندريه. تعالوا نشوف هنتفسح ازاي ويلا بينا. مكملين بقى رحلتنا على كورنيش اسكندريه، وخدنا احسن طريقه مواصله موجوده في المحافظه دي كلها، ركبنا الحنطور المتين، وهنتفسح بقى في اسكندريه ونشوف الناس هنا عامله ايه وبتعمل ايه. الجو حلو جدا، الناس كلها قاعده على البحر، الناس كلها مبسوطه بالجو، واسكندريه برده عارف فيها ريحه كده، ريحه البحر، ريحه الملح، حاجه مش موجوده في اي حته ثانيه في مصر. اسكندريه من احلى المدن اللي في مصر، واللي مكمل حلاوتها هو كورنيشها. ولو عايز تنبسط فعلا في اسكندريه من غير اي مجهود، لازم تنزل وتتمشى كده على الكورنيش تتفرج على حلاوتها وروقان ناسها. يا بخت اسكندريه ويا بخت ناس اسكندريه باسكندريه. واحنا بنتمشى على البحر وبناكل ترمس بقى، هنا قابلنا اتنين اخوات، ساره وسمر. انتوا اصلا مش في اسكندريه صح؟ اه. مين قمره الصغيره دي؟ دي بنتي. بنتك لينا. ها؟ ازيك يا لولو؟ دي قمره. بتضحكي من شويه على فكره، انا شفتك وانت بتضحكي، بس خلاص عادي هتضحك كمان شويه. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اسكندريه عامله ايه معاكم؟ حلوه، هواها حلوه. هواها حلوه؟ قاعده على البحر بصراحه خطيره. احنا ما بنحبش نقعد في حته غير على البحر اصلا. مفيش احلى من البحر، مفيش احلى من بحر اسكندريه. ايوه. فعلا فعلا. لو عملتوا ايه بقى في اسكندريه؟ والله اسكندريه الشواطئ بتاعتها جميله، في منها حلو في منها مش حلو. انا بصراحه يعني فاكره مثلا فتح المعموره اللي رحناها، يعني جميل جدا فعلا. ومناطقها كمان لذيذه جدا. هي عموما اسكندريه فيها معالم مميزه كتير، يعني مثلا المنتزه، مكتبه اسكندريه، القلعه، يعني البحر ده كلهم واستخترتيهم في وقتك. ايه؟ لا انا استكشفتهم كلهم. لا ما احنا كنا مع بعض اصلا. يعني وقت ما نزهق نقوم ماشيين على البحر على طول، ناكل ذره بقى، ناكل ترمس، يعني ايس كريم. دي حاجه مش موجوده في اي حته في الدنيا بالزبط. والله لو انت تبقي زهقانه تبقي نازله تقعدي على البحر وخلاص، هتلاقي حاجه تعمليها بالزبط. دايما ما نقعدش في كافيه ولا مطعم، الكلام ده غير قوي قوي. خسرانه والله. الكافيه ده لما يبقى الجو حر، والجو هنا على طول تراب. حتى برضو والله في الشتاء برضو بيبقى الجو جميل على البحر برضو، بتصرف النظر عن التقلبات الجويه اللي بتحصل. يعني النوى دي اكتر حاجه في الدنيا بجد. بس والله جميل، يعني فعلا في الشتاء والله جميل. انتوا بتقولوا بقى ان انتوا بتيجوا طول عمركم من وانتوا صغيرين. ايه اللي اختلف بقى في اسكندريه؟ حلاوه. هي اصلا حلوه، يعني اساسها حلوه زمان، دلوقتي حلوه صراحه، بصرف النظر عن الزحمه الكتير، بس يعني حلوه. نيجي بقى عشان البحر، الاماكن بقى اللي احنا متعودين ان احنا نروحها، بصرف النظر احنا رحناها قبل كده، يعني كل سنه يلا نطلع احنا اسكندريه نروح برضو المكتبه، نفس الاماكن، نروح المتحف، كل حاجه. طب بتروحوا فين كل مره؟ اللي هو المكتبه، القلعه، والمنتزه. وساعات بنطلع الشط شويه كده، وساعات بقى بعد ما خلصنا رحلات بقى نجي احنا لوحدنا بقى، نجمع اصحابنا كده ونطلع بقى. رحنا مثلا المعموره، جمدنا قلبنا خلاص بقينا نروح لوحدنا بقى على براحتي. خلاص حفظنا بقى، يلا بقى. صح صح. طب وانت غيرتي طقوسك بقى في اسكندريه من ناحيه ايه بالظبط؟ يعني انت مثلا ايه الاماكن اللي كنت بتروحيها؟ الاماكن اللي بتروحيها، الجبنه اللي كنت بتاكليها، الفطار اللي بتفطريه،
الكبده اللي بتاكليها. انا بصراحه ما بحبش الكبده والله. والله انت خسرانه وبتعملي ايه في اسكندريه؟ ما خسرانه والله، بس انا فعلا ما بحبش الكبده يعني، برضه جوزي بيغصب عليا اكلها وكده، بس مش قادره. مش قادره؟ لا انا ما بحبهاش فعلا والله. لا نفسك في حاجه ثانيه. بحاول احبها بس مش عارفه بقى. مش لاقي نفسك فيها؟ لا بصراحه لا، يعني بحاول على قد ما اقدر وبكذا طريقه. بس بس اكلتي جمبري صح؟ مش بتحبيه ولا كده؟ اه مش بحب الجمبري وبقيت اكله بصراحه. السمك ده بالنسبه لي حاجه بحبها جدا. كده صح. بس بصراحه مش بحب الحاجات التانية يعني اللي هي الكابوريا والحاجات دي، مش مشكله انا مش بحبها. بس ممكن السمكة. اكل سمك. لا سمك ده اساسي من زمان، بس خلاص ده غير اصلا انت تيجي اسكندريه كده عشان تاكل سمك اصلا يعني. اصلا هي معروفه جو كده لوحده اصلا. هي معروفه، انا هطلع طالعه اسكندريه اكل اكله سمك بنت لذينه. هي بتقال كده بصراحه. صح جدا. انا عطلتكم وانبسطت معاكم خالص. انبسطت جدا وانبسطت من الهوا. شكرا جدا، نورتونا شويه دول. الله يخليك. باي باي يا لولو. لولو باي. يلا لولو باي. العمارة في اسكندرية زي حتت كتير جدا في مصر هويتها ملهاش زي، يعني مباني هنا معمولة على الطراز الإسلامي والطراز الجريكي والطراز البحر المتوسط والطراز الإيطالي، كل حاجة مع يعني ميكس كبير في مبنى واحد. وانت بتتمشى بقى على شط اسكندريه هنا هتلاقي الناس كلها قاعده بتعمل كل النشاطات اللي بيحبوها، اللي نازل ياكل ذره، واللي نازل يركب عجل، واللي نازل يجري، واللي نازل يمشي كلب، وكل الناس بتعمل كل اللي هم عايزينه، لان هو ده من احلى الاماكن الموجوده في مصر بجد. فتعالوا بقى نقابل حبه من الناس اللي قاعدين يستمتعوا بهواياتهم هنا ونشوف رايهم ايه في الجو. وصلنا هنا بقى الساحة اللي في المنشية واللي بيلعب فيها الشباب دول بالسكيتات بتاعتهم والباتيناج، ويعني ايه عاملين شغل جامد. صح؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. طارق وعلي وفرح، مش كده؟ كويسين؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عايز اسألكم بقى على الهوبيز بتاعتكم، على هوايتكم دي، وهي هواية هي مش منتشرة قوي في مصر بس بدأت تنتشر. صح؟ انتوا عندكم كام سنة الأول؟ انا عندي 17 14 20. انت الكبيرة اللي فيهم. اه. طب حلو. طب انتوا بدأتوا الحوار ده من امتى؟ يعني من فترة شهرين كده. من شهرين؟ أنا 6 سنين. 6 سنين. وانت؟ أنا في حوالي بتاع داخل في الشهرين برضه. داخل في الشهرين برضه. طب مين فيكم بدأ الأول؟ لا أعتقد أنا. أنت أوه. وأنت اللي قلت له يخش معاك صح؟ اه. وأنت بقى بدأتي إمتى؟ أنا كنت بلعب في أكتوبر وبعدين نزلت هنا بقالي سنة. طب واحكوا لي يعني أنتوا بتظبطوا مع بعض النزولات ولا أنتوا بتلاقوا بعض؟ اه بنتكلم مع بعض على الواتس. بيبقى في جروب وكده وبنظبط وبننزل. جروب كلكم عارفين بعض ولا كل الناس اللي بتعمل هواية؟ نتعرف على بعض. لا بيبقى في جروبات كتير. أوكي، جروبات كتير وكله بنظبط إحنا نازلين النهاردة اللي جاي جاي. بالظبط. بالظبط. حلو حلو. طب واحكوا لي أكتر بقى عنها، حبيتوها إزاي ولقيتوها إزاي وكده؟ انا بابايا جايبوني من بره. اوكي. فجابهولي كده فتعلمت فيه بقى وكده وعجبني. بس شبطت فيه من ساعتها. بالظبط. طب حلو حلو. ومبسوطه بقى من ساعتها؟ اه. عملتي اصحاب وكده ودخلتي كوميونتي؟ هنا. حلو وحلو الموضوع. اه. طب حلو. وانتوا بقى شباب تتعرف على ناس، يعني بتعرف شخصيات، بتعرف حاجات كتيره يعني في العيشه. تمام. هو عامه صحابي هم اللي مدخليني فيه، كنت بلعب بالبورد تمام، بعد كده جبت لاين، بعد كده يعني بتطور من نفسي كل شويه. بس ولا برضه في الاول يعني مثلا كنت يعني مش حابب الفكره، بس لقيت صحابي برضه نازلين وبيلعبوا وبيقضوا وقت ممتع كده، فقلت ايه انزل معاهم وخلاص، فجبت برضه بقيت معاهم وكده يعني. طب ما بتحسوش ان هو خطر او حاجه؟ لا خالص. مش كل لو الوقت. بتلعب في مكان مقفول تمام، بتبقى في سيفتي تحميك، عن لو وقعت حصل لك اي حاجه بتحميك. لكن بره بقى لو انت متعلم وواثق من نفسك بره في الشارع ما بين العربيات بقى وبتاع ده لا ده اه لازم تخلي بالك. بس اللي ما عندوش القدره ان هو يطلع
حلو. احسن له خليه في مكان مقفول. وحلو ان هنا في مساحه ان هي تتعلم فيها برده بالراحه على مهلك وتاخد وقتك ولحد ما تبقى مستريح ان انت تطلع وسط الناس. صح؟ انت بقالك 6 سنين انت كده يعني. لا والله مش وصلت العالمية. لا لا طيب واخر حاجه بقى عايزين تقولوا ايه بقى للشباب اللي عايزين يخشوا في هوايات زي كده بس هم مقلقين او خايفين او اهلهم حتى قالين لهم لا بالذات انت كبنوته؟ ان هم ينزلوا يجربوا ما يندموش بس اهم حاجه السيفتي ويلعبوا في مكان مقفول ويتدربوا واحده واحده ويكون عندهم فعلا القدره ان هم يعني لو وقعوا يقوموا تاني ويكملوا. طب وشبابنا الصغير؟ هي واحده واحده هتبدا تمام ما تخافش هتتعرف على ناس تمام هيكون في صحاب ليك هتحسهم اخواتك تخافوا على بعض وكل حاجه تبدا بقى تتعلم واحده واحده هتقع مره اتنين تلاته. حلو موت شكرا جدا نورتونا نورتونا وخلوا بالكم من نفسكم اهم حاجه نتفرج عليكم شويه بقى وانتم بتقطعوا الدنيا. يلا بينا يلا. احنا برضو على كورنيش اسكندريه واحنا هنا بقى قابلنا عم عاد نور الدنيا حبيبي عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت قاعد بقى ايه ناس الدنيا كلها وسايب كل حاجه وراك الهوايه المفضله يا باشا هو ده الهوايه المفضله والله هي بدات من وانا صغير من زمان جدا يعني كان خالي كده في مرغم فعنده بيت قدام الترعه فعلمني بقى ازاي اصطاد وكده وابتدت معايا من وانا عندي 6 سنين انا دلوقتي عندي 33 سنه يعني بقى لي فتره كبيره جدا بصطاد وخدت بقى الهوايه دي ايه بقى يوم بعد يوم واتعلم وانزل وما اجيبش سمك واروح ما اجيبش سمك وفي الاخر الحمد لله يعني بقيت محترف الله الحمد لله تعرف انت يعني انت بتنزل تصطاد كل يوم يعني وانا اصلا يعني شغلي بحكم شغلي ان انا بيبقى ليا يوم اجازه في الاسبوع فيوم الاجازه في الاسبوع ده انا بنزل اصطاد فيه هو ده انت اجازتك هو الصيد يعني هي هوايه تنسى بيها كل حاجه انسى بيها الدنيا كلها طب اشمعنى يعني انت جربت حاجه ثانيه ورجعت للصيد ولا هو الصيد من لا هو الصيد هو الصيد وتربيه الحمام بس بقى. انا يعني الحمام دلوقتي بقى مكلف والحاجه غاليه ومش عارف ايه فسيبته من فتره كبيره بس الصيد معايا يعني اسبوعين طب والصيد يعني هو الصيد مش مكلف لا الصيد مش مكلف الصيد يعني انت طالما بتجيب حاجتك كويسه حاجه نظيفه ماركه بتعيش معاك فتره كبيره جدا فما بتشتريهاش تاني يعني الحاجه بتجيبها تقريبا مره واحده بس مره واحده واسكندريه كده كده يعني محلات في كل حته اسكندريه مليانه ناس بتصطاد يعني انت لو نزلت على الكورنيش هتلاقي ناس كتير قوي بتصطاد وناس كتير وصغير وكبير في كل حته يعني طب وعارفين بعض يعني انتوا مع بعض كده بقى واحنا من حكم ان احنا بنتقابل كل يوم على البحر وكده فبنبدا بقى نعرف بعض يعني الصيادين في ناس كتير صيادين قدام يعني بقى لهم اكتر من 50 سنه احنا اللي بنتعلم منهم يعني احنا لسه طالعين يعتبر احنا بنتعلم بقى من الناس القديمه دي انت بقى لك 25 سنه بتصطاد يعني بس برضه لسه بتعلم يعني انت هتفضل يعني طول ما انت كل يوم بتتعلم حاجه طب والسمك اللي انت بتصطاده بتوديه فين السمك اللي بصطاده والله يعني في شويه بديهم لاخواتي شويه بديهم لاصحابي شويه انا باكلهم يعني والله انت خليتني مبسوط جدا وانا هاجي في مره اقعد معاك وتعلمني صيد شرفني وتنورني اسكندريه مكانك حبيبي حبيبي يا استاذ عادل مبسوط جدا بيك وشكرا جدا ان انت يعني ايه حبيبي. تدعو الناس ان هم يجوا معاك ربنا يخليك حبيبي الله يخليك كل سعيده جدا خليك. حبيب قلبي اسكندريه بتشوف حلاوتها في كل تفصيله في البلد من اول المباني لحد الناس لحد حتى الكلام اللي بيقولوه الناس اللي جم من بره وجم عاشوا هنا في اسكندريه ما احتاجوش ان هم يغيروا اي حاجه في حياتهم علشان يكونوا جزء من المجتمع هنا في اسكندريه لان هم بيتكلموا نفس اللغه
وبيكلموا بنفس الطريقة وعايشين نفس العيشة، عيشة على البحر. وبكده نكون وصلنا لاخر رحلتنا واخر فسحتنا في اسكندريه. احنا هنا واقفين في تاني اهم معلم في اسكندريه بعد الكورنيش، محطه الرمل، المكان اللي الهم كتير جدا الفنانين والشعراء والممثلين والكتاب وكل حاجه، كل حاجه في الثقافه وكميه الشعر المكتوب في محطه الرمل ما تتعدش ولا تتوصل. يا بختنا باسكندريه ويا بختنا بسهرتنا النهارده، انبسطنا واكلنا ذره واكلنا ترمس وقعدنا على الكورنيش وشربنا شاي وتعلمنا نصطاد وعملنا حاجات كتير جدا جدا جدا، وكله ولا حاجه تنزل بس من البيت وتتفسح على كورنيش اسكندريه. وشكرا يا اسكندريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم 50 رحله.